عندي ذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب، تم في هذا اليوم توزيع 249 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تمثلت في 183 وحدة سكنية سكن عمومي إيجاري، و50 إعانة للسكن الريفي، و16 سكن ترقوي مدعم. السكنات العمومية الإيجارية تمثلت في خمس بلديات على مستوى الولاية، 50 إعانة سكن ريفي على مستوى 4 بلديات من الولاية، و16 سكن ترقوي مدعم على مستوى بلدية العين الصفراء. هذا يدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف الولاية خلال سنة 2020، واللي هو برنامج مهم يصل إلى 15900 وحدة سكنية تتوزع أكثرها في قطع الأرضية في التجزئة الاجتماعية 12636، 360 سكن ترقوي مدعم، 710 إعانة سكن ريفي، و1294 سكن عمومي إيجاري. إن شاء الله هذه مبرمجة قبل نهاية سنة 2020. الدموع دليل الفرحة، اللي ما تنامش إن شاء الله العقبة العام الجاي ولا ما تقطعش الياس، كاين ربي ونتمنى ربي يتعرف علينا هذا البلاء والوباء، كل شيء ممكن. تحية الجزائر. شو هذا الأبرار؟ السلام عليكم أشرف المرشحين، الحمد لله اليوم استفدت سكنة ويحيي المكمن بن عمار، حي رئيس البلدية، ويحيي رئيس ويحيي والي الولاية، ويحيي خالتي كاع اليوم 5 جويلية عيد الاستقلال، والحمد لله على كل حال فرحونا وإن شاء الله ربي يفرحهم ويرفع لنا هذا الوباء على كل خير إن شاء الله. شكرا. مناسبة يعني مناسبة مصادفة جميلة، وصفة يعني فرحة فرحتين، فرحة الاستقلال وفرحة يعني المسكن، وإن شاء الله الجميع يسكن بالصحة إن شاء الله، واللي مازال إن شاء الله نتمنى لهم ثاني هم يصبروا إن شاء الله، وراهي الدولة الجزائرية تقوم بمجهودها.